السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم والجزء الثالث من Chapter 2. وكمان عندنا احنا دلوقتي في سيم 3 How the World Works. عنوان درس النهاردة Egypt is busy، مصر دايما في عمل، مصر مشغولة، يا ترى في ايه؟ عندنا ولاد أي بلد ليها income، دخل. الدخل ده بيجي لها عن طريق يا إما التوريزم، بالذات إيجيبت يعني عندها عن طريق التوريزم السياحة مصدر أساسي للدخل، والأجليكالتشر الزراعة، والإندستري الصناعة، and the mining الحفر والتعدين. طبعاً تورست تعتبر من أهم الحاجات في مصر، حتى لما بيبقى فيه أي سبب بيأثر في التوريزم الدخل القومي بيتأثر. كل دول أولاد اسمهم economic activities. economic activities يعني الأنشطة الاقتصادية، فعندنا كلمة economy يعني الاقتصاد. انا جايبه لك هنا الرسمه دي، فيها يعتبر ايجيبت ايكونومي، وفيها شايف زي ما انت شايف كده رمز الماني، ده معناها انكم الدخل. ايجيبت ايكونومي يعني الاقتصاد المصري، بيعتمد او بيرتكز على اربع محاور، هي التوريزم السياحه، والاجليكلتشر يعني الزراعه، وكمان عندك مايننج أي التعدين، وكمان هتلاقي عندنا إندستري الصناعة. درس النهاردة جميل جداً ومفيد. بعد كده using the land استخدام الأرض، هو الأرض أنا ممكن أستخدمها في إيه؟ هنا using the land عندنا الأرض بستخدمها في إيه؟ بستخدمها في الأجليكالشر بزرع الأرض، أو مايننج بحفر فيها عشان أخرج المعادن. تعال نشوف إيه هي المايننج. مايننج يعني الحفر والتعدين. It is a process of digging يعني حفر into the earth، حفر الأرض، to find material عشان نجد المواد الخام like gold and coal زي الذهب والفحم. طبعا انت لازم تعرف معنى المايننج كويس، يبقى هو عملية digging. It is a process of digging into the earth، حفر الأرض. أي ترى بحفرها لي أبوظها كده وخلاص؟ لا، to find a material علشان تجد معادن like gold and coal. طبعا بستخدم المعادن دي أنا بقى في الاندستري في الصناعة، وطبعا أعمل ممكن أبيعها أصدرها أعملها منتجات، فبتفيد عندي في الإيكونومي. كذلك الأجليكالتشر الزراعة، بنزرع محاصيل كتير جدا، منها بنستخدمها في طعامنا، ومنها طبعا بنبيعها او بنصدرها، فدي تعتبر احد مصادر الايكونومي ان ايجيبت. عندك معادن اللي انا لما بعمل مايننج بخرج ستيل يعني زي الالمون، ستيل معدن ستيل والحديد زي الحديد، والقال الفحم، والجولد الذهب، ومعادن تانية كتير. بزرع كوتن، رايس، ديتس، وحاجات كتير جدا برضو من المحاصيل. عندنا بعد كده exercise بقى نوضح بيها المعلومة أكتر. عندك كلمة steel معدن وcotton اللي هو القطن. يلا بينا كده نشوف هنستخدم الكلمتين دول في ملء الفراغات. عندك we can use إيه؟ to build a bridge. build a bridge يعني بناء الجسور، الجسر أو الجسور. هي طبعا بستخدم القطن، معقول؟ لا، steel يعني المعدن. عندك the most important of crop يعني من أشهر المحاصيل في مصر، طبعا القطن المصري لا يعلى عليه، cotton. We can make fabric يعني القماش، خدناها فكرة 2 fabric by cotton، طبعا مش معقول بصنعه من المعدن يعني cotton. بعد كده عندي bus, orange, bridge, cotton, dates, refrigerator طبعا خدناها كتير جدا يعني السلاجة. تمام، نقط is made of steel مصنوع من المعدن. تمام، مصنوع من المعدن، ممكن يكون هنا أولاد ممكن يكون البريدج. طبعا لازم نبص في الخيارات كويس جدا بعدها اشطب عليه. كلوز از ميد اوف، الملابس مصنوعة من ايه؟ مصنوعة من الكوتن، صح. نقط از يوز فور ان يور هوم، بستخدمه في بيتي مش معقول الباص ولا الاورنج، بستخدم ايه؟ از يوز، بيستخدم ريفريجيريتور. طبعا الريفريجيريتور اولاد لها استخدامات، في كيف فود بتحافظ على الطعام. هذا ويلز لها عجلات، طبعا البص.
ننزل نشوف الاكتيفيتي الاخير. نقط اند نقط ار بلانتس ان جرو ان ايجيبت، نباتات بتنمو في مصر. يبقى انا هستخدم الديتس اند اورانج، البلح اند اورانج. تمام، اشكرك. بعد كده اولاد هنبدا نتعرف على معنى كلمه ايكونومي. ايكونومي يعني اقتصاد، هنبدا نتعرف عليها سوا اولاد دلوقتي. ايكونومي، ايكونومي يعني everything involved بيشمل in making you and making تصنيع ويوزنج استخدام buying شراء selling بيع or goods and service للبضائع والخدمات. وسايبه لك طبعا بعدها اماكن علشان تكرر لي فيها كلمه ايكونومي. طبعا يا اولاد انا هكتفي بالجزء ده في حصه النهارده واكمل معاكم ان شاء الله المره الجايه. Thank you and goodbye with your Miss Marufit Science teacher. Bye bye.